على هالولاد، اشتهيتهم بس شي مره يكملوا اكلهم اللي بالصحن. على فكره ديما كمان هيك، هالبنت ما بتاكل ابدا، بس اليوم عملت لك اكله فروج يا رفيف، كانت البنت رح تاكل اصابيعها من كتر انتي متلك. ايه انا وصفه بتجنن، بس سهله كتير، بدها بس 5 دقائق وبتصير الاكله جاهزه. اذا بدك هلا بعلمك عليها. ياسمين علميني عليها، لانه الاولاد عندي بيموتوا بالفروج. مو على عيني، تركي عنك. انا باخذهم. تركي حبيبتي. طيب انت ماشي. شوفي الباب. ماشي يلا. زينه وينك لهلا؟ وين بدي يكون يعني، مشغوله بهالمصيبه تبع لؤي. خير شو صاير لك يا طول عمره؟ هو وسيارته صار على راسي، مو وقته هلا. يا الله ليش ما اتصل لهلا؟ عمر كتير داخلي من هالوضع. عمر انا بعرف انك معصب، بس انا كمان معصبه، يعني لازم نتواجه وش لوش لننهي الموضوع. خلص عمر افتح تليفونك. هي اسفه زينه، والله ما انتبهت لك. اهلا وسهلا. يا روحي شو خير؟ شو صاير لكم؟ ليكون كمان مشان شغله الكنزه؟ لا موضوع الكنزه هو حجه، هيك لما كل يوم ليل ونهار بتكوني وشك بوشه اجباري بدنا نتخانق على كل شغله. الله وكيلكم صرت فكر بالطلاق. عن جد هيك مو معقول، يعني الوضع صعب كتير. هيك ما رح يمشي الحال، انا بدي احكي مع عمر وقول له يلاقي مدير جديد للمحل بدالي، خلص لانه انا ما عاد بدي. ومن وين رح يلاقي جوزك مدير مثلك؟ والله يا زينه هي شغلته هو، والله العظيم من كتر ما عم نتخانق تلفت اعصابي، صار لي ايام مالي نايمه، بدك تلحقي للبيت ولا تلحقي للشغل، ما رح تزبط. وفوق مسكر تليفونه. بروح لعنده يا بنات، هو بالمحل، بروح وبحكي معه، نتخانق هالخناقه وبنخلص من هالقصه. ايه لازم تروحي. تمام، هذا اللي رح اساوي، بروح لعنده وبحل الموضوع. والولاد؟ الولاد؟ الولاد؟ نحن منضل عند الولاد. ما في عذاب؟ لا يلا خلص روحي. شكرا يا بنات، انا ما بطول، ساعه بحلها وبرجع لكم. خلص خلص روحي. شكرا. يلا. خلص يا روحي مو مشكله. شو رايك نعمل فنجان قهوه ونشربه لبين ما تيجي؟ يلا قومي. يلا لشوف بصحتي وبصحة روحتي. لوين رايح؟ لك يا حبيبي هلا بلشنا عود. مو هيك، انا خلاص اخذت قراري يا لؤي. انا رايح من هون. لوين؟ راجع على انقره. قلت لي انقره؟ شو خطر عبالك؟ شو يلي خطر لي؟ تعرف شو؟ ما عم بقدر، مو بنفس الحارة، أنا بنفس البلد مالي قدران أعيش معها. ياسمين مع واحد تاني. لك تركنا كرمال الله غسان، أنت لأنك معصب ومتضايق هيك عم تقول، لا تتسرع بقراراتك. لا 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 لا، مو هيك، ماني معصب، أنا أبدا ماني معصب، لأنه أنا الغلطان، لهيك ما بحق لي. هذا الشيء أحسن إلنا نحن الاثنين. كل واحد فينا خليه يشوف طريقه بقى. مشان هيك يلا بصحتك. شايفتك كتير عم تفكري اليوم، بشو مشغولة؟ هاتي لشوف. خير؟ اقلبي فنجانك خليني اقرا لك اياه. ملاها زينه ما بدي قرايه فنجان، حظي مبين ومعروف. دخيلك شو رح استفاد يعني؟ شبكي خير حبيبتي؟ توفيق بتعرفي؟ اليوم قال لي انه بده يتجوزني، وكمان اعطاني هذا الخاتم. مو معقول، شو حلو. شو هو الحلو، الخاتم ولا انه بده يتجوزني؟ والله الاثنين حلوين. بتعرفي لازم صوره لهاد بموبايلي لحظه واحده بس، ومشان بعدين اقدر ورجيه لكل رفقاتي. زينه كرمالي خلصنا بقى، اصلا عقلي ماله معي. بتصدقي مالي عرفانه شو بدي اقول له للزلمه؟ شو هالحكي ياسمين؟ الزلمه اعطاكي الخاتم وانتي لبستي، لسه في شي بدك تحكي معه؟ روحي انتي وياه على المحكمه، خذوا موعد مشان كتب الكتاب. اي لك دخيلك انت واللي اخذ رايك. تعال هون بدنا نكسر راسك يا جبان. لا ما رح تقدروا انتوا الاثنين، انا بدي اخسركم. شو هالحكي مثل اولاد الشوارع؟ شو هالكلام؟
لا 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 هات لشوف انت وياه. لا عم نلعب على اساس انه نحن الهنود الحمر. خانتو ياسمين اسمعوا، حتى لو كنتوا عم تلعبوا ما بيصير تحكوا مع بعض هيك لانه عيب هالحكي. ابني ما بتعرفوا تلعبوا غير العاب؟ انتوا بتعرفوا شي لعبه تفتحوا الباب نحن اجينا؟ امشوا امشوا يلا بسرعه، فوتوا 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 يلا يلا, يلا فوتوا قدام. هيا بنا يا رفاق. هيا بنا يا رفاق. عصابات لانه نحن. عمر شرف، هي اجيت لعندك، يلا اطلع خلينا نحكي مع بعض. عمر والله انت صاير مثل الاولاد الصغار، يعني هالشغل كتير طولت، خلينا نحكي بما انه انا كتير هادية. عمر 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 شو صاير لك؟ عمر عمر عم ياخد نفس. عمر شو صاير لك؟ عمر شو بدي اعمل؟ يا ناس حدا يساعدنا يا شباب، في حدا جوا؟ عمر 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 الو الو، انا بدي سيارة اسعاف. على الارض جوزي كانه ميت او نايم، ما بعرف شو صاير له، بدي سيارة اسعاف. ايه سمعته عم بدق قلبه بس هلا ما عم بحس بشي ولا عم يسمعني ولا عم يرد علي. نحن بشارع جلمة 45 بتلاقوا سوبر ماركت وجنبه مطعم بيتزا. نحن فتحنا هون من جديد والكل بيعرفنا. شو أعمل أنا؟ أنا؟ بترجاكم تعالوا بسرعة لو سمحتوا لا تتأخروا. عمر عمر رح يجوا هلأ، تحمل شوي ما بقى إلا يوصلوا. يا عمر عمر بترجاك جاوبني، بترجاك هلأ لا تتركني، تحمل شوي يا عمر. لك شو صار لك؟ قوم قوم عمر 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 هلا ما بصير تموت. عمر شوف خليك معي. عمر عمر اسمعني اسمعني، هلا ما بصير تتركني، انا ما رح اسمح لك. شوف عنا خمس اولاد وعنا ديون وتقسيط وفي المطعم، ما بصير، مستحيل ما بصير. انا بحلف لك يمين ما بخليك تروح وتتركني، ما بصير تموت. عم تسمعني عمر؟ عمر لا تموت وتتركني، بترجاك عمر لا تتركني، ما بقدر ما بقدر اعمل شيء بدونك عمر. بترجاك 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 خليك عمر. اخيرا اجيت رفيف. رفيف الحمد لله على السلامة، كيفك حبيبتي؟ كيف صرت عمر؟ في شوية وجع بس طبعا صرت أحسن من امبارح. شكرا يا ياسمين. رح أفوت عمر وبجي. يا روحي رح فيق الأولاد بلا ما يتأخروا على المدرسة. بلا ما تفيقيهم، لسه معهم وقت، جاي فورا. يلا خلينا نضبهم لهدول. يلا قومي نامي لك شوي وارتاحي، أكيد طول الليل ضليتي فايقة وبتكوني تعبانة. أي والله يا زينة، وأنا هلأ ماني عرفانة كيف بدي أتشكركن، يعني والله ما رح أنسى وقفتكن. إن شاء الله الأولاد ما يكونوا عذبوكن. لا يا روحي، قعدنا نحكي لهم قصص. بالله؟ من زمان ما عم يطلبوا مني أحكي لهم قصص، بس يمكن لما شافوكن هيك إجا عبالهم. رفيف شو اللي صاير؟ ليش أغمى علي لعمر؟ عنده انزلاق غضروفي وضروري العملية. يا الله. إيه؟ وعمر مصر ما بده يعملها بهالوقت، وللصبح هيك عم يعطوه إبر ومسكنات وعم يحاولوا يهدوا له الوجع. طيب إذا عمل العملية مو الوجع رح يروح؟ عم قل له بس ما عم يرد ياسمين. قال له الدكتور إذا هيك روح خليك بالبيت وأسبوع كامل بدك تتسطح، ما بصير تقوم، بدك ترتاح وما بدك تحمل شي تقيل، وبدك تنتبه وبعد أسبوع بدنا نشوفك. وإذا الدكتور قال بده عملية وقتها رح أخده بإيدي وأعمل له إياها. إن شاء الله ما تحتاجه للعملية ويتحسن، لأنه حرام أكيد. العملية صعبة ما؟ بس كلنا منعرف وضعه مانو سهل، فتح محل البيتزا والشغل متراكم عليكم. الله يساعدكم يا رب، والله القصة مو قليلة. آمين يا رب. أنا صار لازم أقوم حبيبتي. زينة أنا عزبتك معي مشان الله ما تواخذيني. شو هالحكي؟ نحن لازم نوقف جنب بعض بهيك ظروف، مزبوط؟ إيه أنا عندي هيك كم شغلة لازم لاحق موضوع الشيك. أنت هلأ عادي مع ياسمين واسمعي منها شو عندها أخبار جديدة، ماشي؟ إيه يلا حكي لك. خليني وصلك. شو بكي زينة؟ لا لا حبيبتي ارتاحي، أنتوا قعدوا واحكوا. يلا باي. شوفكم. فهمتي عليها؟ الله وكيلك ولا كلمة. كيف؟
تعي هدي لأحكي لك. تعي تعي. خير شو في؟ أنتي بتعرفي توفيق مو؟ ايه اجا وعرض علي الزواج. بالله جد؟ اي والله. وانتي شو جاوبتي؟ انفلجت لدرجة اني وافقت. حسان انت منيح؟ ايه منيح، احسن من امبارح بكتير. يلا انت روحي على البيت، ما بدي تتعبي اكتر من هيك. ما بقدر اتركك هون لحالك. حياتي شوفي، نحن بالمشفى ما هيك، حوالي كلهم دكاترة وفي كتير ممرضات كمان، ما في داعي تخافي. والله انا ما بدي تعبك اكتر نيرمين، لأنه إذا رجعت على البيت مين بده يطلعني على الدرج؟ رح يضل بالي عندك حتى إذا رجعت على البيت، ما فيني نام. لا تخافي يا عمري، كمان هلأ الأولاد مشغول بالهم عليكي، روحي وشوفيهم شوي، واليوم على الأغلب بدهم يخرجوني من هون وأرجع. بدي شوف الدكتور بالأول. لا ما في داعي يا روحي، خلص شو بيقلي الدكتور أنا بخبرك فورا. طيب ماشي حبيبتي، بس أصحك تجي لحالك على البيت. ها حاضر، تتصل فيني وأنا بجي باخدك. طيب بوعدك. وعدتني ها؟ وعد. خلوق بيك، السؤال الأخير، منافسك السيد معتز بيك عم يدعي أنه حضرتك مانك مهتم أبداً بمفهوم العيلة، شو بتقوله بهالخصوص؟ معتز بيك مهتم كتير بمفهوم العائلة وهذا الشيء واضح، وكلكن بتعرفوا انه عيلته بتشتغل وبتقبض من البلدية. لو سمحتي يا خانم وقفي، لا تفوتي يا خانم لو سمحتي، رجاء اطلعي. العائلة مانا مهمة مع هيك يا جماعة. اجتماعنا هلأ خلاص، عن اذنكن هلأ في عندي شيء كتير مهم لازم اعمله. أسفة يا بيك بس ما قدرت أمنعه. خلاص أنت طلعي. زينة خانم، أجيتي لهون لتدعمي الحملة الانتخابية تبعي؟ لا يا أستاذ، شوف هذا بتعرف. كأنه نسيت وقعه؟ طيب هلأ كيف ممكن تسامحيني؟ بكفي بس إنك توقع علي. طيب معلش أعزمك على العشاء اليوم؟ وشو المناسبة؟ على أي أساس بدك أطلع معك؟ يعني نتعرف على بعض وبعتذر لك بطريقة حلوة ولطيفة، شو رأيك؟ معلش توقع على الشكل لأنه مشغولة كتير؟ إذا حضرتك قبلتي عزيمتي على العشاء منشان تسامحيني وإجيتي اليوم فورا بوقعه، وعد. زينة؟ خير لؤي. هلأ أنا بالورشة وعم صلح السيارة، حابة تعرفي قديش طلبوا مني مشان تصليحها يا عيوني؟ لؤي خلص بعدين نحكي بالموضوع. معيني منيح زينة، هالشيك بسرعة صرفي وإلا رح يصير شي ما بيعجبك بنوبة. خلص ماشي لؤي. ايه شو قلتي جاي على العشاء اليوم؟ توفيق عن جد أنا ما بعرف كيف بدي بلش بالحكي، بس كتير مبسوطة منك عن جد، طلبك للزواج فرحني وأنا مبسوطة، بس أنا عقلي ما له معي هالفترة، وبتعرف إذا كنت بهالحالة الزواج صعب كتير، يعني ما بقدر أخذ قرار. على كل إن أنا رح أفكر بالموضوع، المفروض إنه الخاتم يرجع. وينه؟ العمى وينه؟ وينه خاتمه للزلمة؟ ما رح افتح الباب، لا ما بدي افتح، بركي طلع هو وانا ما معي الخاتم تبعه، هو بيعرف انه انا هون. يا الله دخيلك يا ربي. مرحبا. صباح الخير ياسمين، لا تواخذيني لاني جاي من الصبح وعم بزعجك، بس بصراحة لا فايقة امبارح بالليل ما قدرت نام ابدا وما غمضوا عيوني. خير سلامتك،
بجوز بتنام إذا شربت شوية زهورات، بجوز، وبجوز كاسة شاي كتير بيريحك، يعني منيح للقلق هو وبيريح الأعصاب كتير بالليل شربتهن وما زبطوا. ياسمين أنا عن جد كتير قلقان وهالشي ما عم يخليني نام. إيه شو صار معك؟ قلي لي شو قررتي؟ ها؟ شو طلع معك؟ يعني الخاتم رح يبقى معك ولا رح ترجعي؟ والله أنا مجبورة إنه يضل معي. ما بتعرفي أنا هلأ قديش مبسوط. أنا كتير بحبك. لازم لاقي الخاتم بسرعة لأنه مستحيل أخذ واحد ما بحبه. يبعت لك قتلك شو عملتي بحالك أنت. المسا منروح نتعشى سوا، رح أخذك على محل بيطير العقل. منروح طبعا. اتفقنا. يعطيك العافية دكتور، أنا حاسس حالي كتير منيح اليوم، إذا شايف وضعي أحسن لو سمحت خليني أطلع. بالأول بدك تجاوبني على أسئلتي، امبارح سألتك بس أنت ضيعتني. قلت لك وقعت من البلكونة بالغلط يا دكتور، وحاليا ما عندي أي مشاكل نفسية بنوب. هاي قوانين المشفى يا حسان بيك، نحن مضطرين بحالات الانتحار إنه. أنا ما حاولت انتحر وفهمتك هالشي يا دكتور، كان حادث وبس. بس ماضيك النفسي عم يخلينا نفكر غير هيك، أنت ضليت لفترة طويلة بالمشفى النفسي، وأما خايفة إنك تحاول تنتحر مثل أبوك. قلت أمي، طبيعي، أمي مو عارفانة شو عم تحكي، وأنا ما عندي شي تاني لحتى أقوله. لازم تحكي لي بصراحة حسان بيك، حادثة انتحار أبوك الواضح إنه مأثر عليك لدرجة كبيرة. وأنا قلت لك من قبل ما بدي أحكي بالموضوع مرة تانية، متذكر دكتور؟ إذا هيك اليوم ما بقدر خرجك. يعني وين بده يكون راح؟ شو بدي أقول له هلأ لتوفيق؟ يا الله. يعني شو بدك تقول له ياسمين؟ فورا أحكي كل شيء، الخاتم ضاع وما كان قصدي ضوع ولا تواخذني وخلصنا. مستحيل أقول له هيك. ياسمين بصراحة بعد ما كنست الأرض اليوم فورا زتيت الكيس كله بالزبالة. بالزبالة؟ ما قصدي الزبالة اللي بالبيت. لكان يعني أنا بالحاوية حطيتهم وإجت سيارة الزبالة أخدتهم، سيارة الزبالة الكبيرة. يا الله. الخاتم وين؟ بالزبالة. والزبالة وين؟ بالسيارة. والسيارة الله أعلم وين. أنت أخذتي الخاتم وصورتيه مزبوط؟ مزبوط. هاتيها يلا بدنا نروح لعند الصايغ مشان نجيب واحد مثله. كيف بدك تجيبي مثله لهاد؟ انت بتعرفي هالخاتم قديش حقه؟ فهميني من وين بدك تدبري هالمصاري؟ وقديش بده يطلع يعني؟ خلاص بسحب قرض والله بيعيني، شو بدك يعني اعمل؟ ليكي حبيبتي نحن هلأ رايحين مشان نحل شغلة خاتم ياسمين، بعدين بشوفك ماشي؟ لا تنسوا تخبروني لأنه بالي انشغل والله. هاي القطعة كتير تقيلة، حجر اللي بالنص ياقوت، حواليها في كمان حجار ألماس. مشان الله حاج تقلي شوفي حواليها، خلاص ارتفع ضغطي منك. هذا قطعة كتير حلوة. بس يا نزيه بيك انت رح تلاقي لنا حدا يعمل مثله، ما هيك؟ صرنا سنين زباينك وانت بتعرف انه ما بناخد غير من عندك، مشان هيك لازم تعاملنا معاملة خاصة. كرمالك رح اعمل جهدي وساوي مثله زينة خانم. عفوا بس كلفته لهاد قديش بدها تطلع؟ بين 60 و70 ألف تقريبا. شو؟ لك هيك؟ اي نعم. سمعتي زينة؟ مو معقول. لا 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 ياسمين. لا 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 حبيبتي ياسمين انتي منيحة؟ بدي عزبك كاسة مي لو سمحت. هذا المبلغ منين بدي جيبه؟ ولك إذا بعت السيارة ما رح أقدر أدفعهم، وطبعا أنا إذا ما عطيت الزلم الخاتم ما بقدر أقول له لا. خلاص انخرب بيتي، انخرب بيتي. يا روحي لا تزعلي حالك، بتقعدي توفيق قدامك وبتقلي له شو الموضوع وبتفهمي إنه الخاتم ضاع منك وما عم يلتقى. وهو رح يجاوبني؟ أكيد ما رح يصدق، بده يقول هي أخدته إجباري، بده يشك وبده يتهمني، أو بدي أتجوز حدا ما بدي إياه. تفضلي. يسلم، خدي شربي. بس على مهلك حبيبتي، أنا بصراحة ما بدي أتركك بهالحالة، بس أنا كمان عندي موعد مهم لازم أروح فورا منشان لحقه. أنتي اللي بقى تفكري وقومي خليني أمن لك تاكسي ماشي؟ شربي شوي كمان، شربي.
اي حسان حجار. طيب معناتها الليلة كمان رح يبقى بالمشفى. ايه ممتاز. قاعد بغرفته انت متأكدة؟ لأنه ابني عنيد كتير وأنا خايفة يحمل حاله ويهرب من المشفى بدون ما تحسه. طيب شكراً إليك. آخ منك ياسمين، الظاهر ما بدك تخليني ودعك لهيك ما عم تردي على التليفون. حبيبي يلا جبت لك شوربة مشان تاخد الدواء. يلا يلا يا عمري قوم. طيب طيب دقيقة بس. يلا عود. عم تتوجع كتير ما؟ لا أحسن من مبارح بس لسه في شوية وجع. يلا فتحت أمك عمر. بتعرفي شو هو الشيء الأحلى من المرض؟ هات لشوف. إنه أنا عم بتدلل مثل الولد الصغير وأنت عم تهتمي فيني أكثر. يعني عم بتمثل علي كأنه. لا شو مثل؟ شو ما سمعتي حكي الدكتور؟ بدي نام أسبوع كامل على ظهري بدون ما أتحرك أبداً. ريح حالك منيح مشان تقدر تقوم. طيب والشغل شو بده يصير فيه؟ المطعم يعني؟ الشباب دايرين بالهم، برأيي لا تاكل هم أبداً. وأنت ما بقى تروحي لهنيك؟ لا مستحيل عمر، نحن من وقت ما فتحنا المطعم عم نقضيها خناق على طول، ونحن بموضوع الشغل ما عم نتفق، مشان هيك ما بصير نضل سوا بنفس الشغل. ايه طيب شو بده يصير هلا؟ لاقي واحد بدالي يقعد بالمطعم. ها وانا رح ضل جنبك، بس بساعدك وانا قاعده بالبيت احسن، لاني حابه كتير استمتع واهتم بامور البيت. الدكتور قال لي بدك تنام اسبوع بالبيت، وبهالوقت شو بده يصير بالمطعم؟ ما بعرف، منشوف الا ما يلتقى له شي حل. يعني أنا هذا الأسبوع كله رح كون صاحبة القرار ما؟ وأنت مقتنع بهالشي؟ وقلبك مرتاح وموافق عليه؟ أصلاً أنا بكون مديرة ومرته للمدير بالعادة. غلطاني؟ ها؟ بشو غلطاني؟ أنت بتكوني حبيبة قلبي. وقف أخ لك خلص بقى اهدى. خلصنا بقى غسان، ايش وصر لك؟ مشان هالدكتور اللي ما بيسوى بدك تترك كل شيء وتروح من هون؟ معقول؟ بس هذا اللي ما بيسوى راح يتجوز ياسمين، شو اعمل ضل قاعد عم بتفرج؟ يعني بهالسرعة هي كيف قرروا يتجوزوا ماني فهمان؟ هذا الرجال عشو مستعجل؟ يعني بصراحة كل قصة زواجته ما بتتصدق، وانا متأكد انه في شيء من وراها. ما بظن. انت عم تحكي مشان تهديني مو اكتر، بس القصة واضحة يا لؤي. ايه هدول حابين بعضهم من زمان. لا ايه تخيل هالزلمة من ايام الثانوية بيحلم يلبسها الخاتم. معقول شاف الخاتم؟ ايه طبعا. خاتم شو؟ شاف الخاتم بالمشفى، شاف الخاتم اللي جبته لياسمين. ما بتتذكر قبل الحادث كنت بدي اعرض الزواج على ياسمين؟ أيه. وهالواطي شاف الخاتم اللي انا جايبه بالمشفى، مشان هيك هو استعجل. احكي هيك من الاول، هذا معناها طلع عرفان بكل القصة. اخ منك يا ياسمين. هذا مو توفيق؟ هذا هو هو. توفيق. خير غسان؟ انت شو عم تعمل هون؟
بدنا نطلع أنا وياسمين على العشاء بمناسبة خطبتنا وجيت أخدها. وانت ليش مستعجل كل هالقد وبدك تتزوجها؟ انت اكيد مبارح شفت الخاتم اللي جايبه لياسمين، قمت رحت فورا وعرضت عليها الزواج، ما هيك؟ وبالحالة راح تخلي ياسمين تضيع. غسان بصراحة انت اكتر واحد عم تضيع على ياسمين، وانا بحبها وما فيني اشوفها عم تتعذب. انت انتهازي، واحد انتهازي وسخ. بنصحك لا تغلط ولا تحاول تقرب على ياسمين من بعد اليوم. هالحكي مفهوم؟ اتفقنا؟ روح وانسى ياسمين. انت مين يفكر حالك؟ انت مين ولا؟ انت مين؟ توفيق! توفيق خير، شو بك؟ صار لك شيء؟ انا منيح ياسمين منيح. ولك انت شو عم تساوي؟ مو انا اللي عم ساوي، هو. خلص اطلع من حياتي بقى. أنا عرفت شو عملت بحسان، سمعتك بإذني وقعك تنكر هالشي. ياسمين! شو ياسمين؟ أنا ما بعرف شو سمعتي، بس أكيد أنت فهماني الموضوع غلط. شوفي أصلاً القصة معقدة. ليش أنت عندك قصة واضحة؟ كل قصصك مليانة غموض وعقد. لك أنت شو صاير لك؟ مليت منك، قرفت، فهمت؟ تعا يلا، تعا توفيق، فوت، فوت لجوا. ما بتعرفي قديش أنا ندماني. طول هالسنين حطيتها فوق راسي ودائماً وقفت جنبها، وبالأخير كنتي طلعت. بس كيف ما عرفتي هالشي؟ ما حسيت عليها، أنا صدقت وشها البريء. كيف بدي أعرف إنه هاي الصبية الطيوبة بتقدر تقتل بكل قلب باري؟ طلع ما عندها ضمير بنوب. مرت عمي، خلينا نروح نخبر الشرطة. قبل هالمرة رحت ما صدقوني، بس إذا رحنا سوا أكيد رح يقتنعوا وبيروحوا بيمسكوها. أنا لما واجهتها بالحقيقة لميت أغراض وطلعت من البيت. والله يا ريتك ساكتة ومو حاكي قدامها شي. الحمد لله منيح اللي ما فكرت تأذيكي مرت عمي. والله ما فكرت بهالشي. هلأ هي هربانة، أنتي لا تاكلي هم، كيف ما كان رح يمسكوها. الحمد لله اللي مرقت على هيك. آه بعد اللي صار، يعني بعد ما راحت فوراً خطرتي على بالي يا نرمي. ضايقت كتير مشانك وقلت كيف ظلمت وحدة مسكينة مثلك. سامحيني يا بنتي. منيح اللي اجيتي، وطبعاً تعرفي إنه هذا كمان بيتك. انتي قلبك طيب كتير، خجلتيني بطيبتك واحترامك. صدري داء وما عم بقدر اتنفس. مرت عمي انتي منيحة؟ منيحة. بس معلش تجيبي لي كاسة مية يا بنتي. رايحة أجيب لك فورا. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا بيك. يا شباب يا ريت تنزلوا العشاء. أنا أجيت مثل ما وعدتك، وهلأ إذا بتريد ممكن توقع لي الشيك؟ طبعاً، أنا كمان عند وعدي وهي وقعته، تفضلي. وهلأ نخب الحادث اللي جمعنا، صحتك. ايه بصحتك، بس شوفيرك قصدا ضرب سيارتي. طبعا هي اوامر حضرتك. بالاول ما فهمت شو الموضوع، بس بعدين القصة صارت واضحة بالنسبة لإلي. وليش لا اعمل هيك شيء؟ الا نفس السبب اللي ما خلاك توقع الشيك بوقتها، من اول ما تقابلنا وانت عم تلف وتدور حوالي. معناتها انت انتبهتي. ايه طبعا، انا بكون كتير غبية اذا ما قدرت لاحظ هيك شغلة. برافو، أنا كنت كتير مستخف فيكي، بس هلأ بعد ما شفت ذكائك صرت حابب قوي علاقتنا أكتر. علاقتنا؟ بس نحن ما في بيناتنا أي علاقة يا بيك، ولا رح يصير. أنا ماني متعود أبداً حدا يحاكيني بهالطريقة، وخصوصي إذا كانت مرة. إيه لكن لازم تتعود. بصراحة أنت شخصيتك كتير حلوة وذكي، وحتى في نسوان كتير بيشوفوك جذاب، وهذا الشي حضرتك بتعرفه. ايه وبعدين؟
بس مانك مناسب لإلي. أنا بستاهل واحد أحسن. أكيد أنت عم تمزحي. أنا ما عم بمزح ولا عم بلعب معك، وما بعرض هالعرض على أي مرة. بقى فكري منيح أحسن. ما بدي، والقصة ما بتهمني. صار الشيء اللي كنت متمنيه منك اليوم، وراح كون كتير مبسوط وأنا عم بركض ورا مرة حلوة مثلك. هالشي بيرجع لك، خليك عم تركض، بس ما رح فكر بكل الموضوع. صدقيني رح أتجوزك. شو سويتي فيني؟ ممتاز، الدواء أخذ مفعوله معك. ريهام، كرام. لك نرمين، ما في حدا بالبيت، شو نسيتي؟ يلا يا روحي، هلأ انتي ارتاحي ونامي بكل هدوء. تعرفي انه انا ندمانة على الشي اللي رح يصير؟ والله مو هاين علي ابنه. ما علينا، ما حسيت هيك لأنه هي سيئة، بس انتي وحدة كتير منيحة. بس أنا مجبورة، ما عندي حل تاني أعمله. عم تفهمي علي ما هيك؟ هلأ حضرتك رح تنام وترتاح. ما قلت لي اليوم كيف حاسس حالك؟ والله مثل ما أنك شايفة، حاسس حالي أحسن شوي. الأدوية رح تخليك أحسن. لو خليتوني أطلع على البيت كنت ارتحت أكتر بكتير. بس أمك ما عم بتفكر مثلك أبداً. قلتي أمي؟ أمي إجت لهون؟ لا، اتصل التليفون وكان مبين عليها أنه خايفة عليك، وتأكدت إذا لساتك قاعد بالمشفى. معافى إن شاء الله. اوعى تفكر انه هالشغلة خلصت يا حسان. مشغول بالها وتأكدت اذا لساتني هون. يا ربي دخيلك. يلا نيرمين، ردي على التليفون، ردي. ألو كرم، فورا على البيت، أمي بجوز تأذيها لنيرمين، روح بسرعة وأنا جاي ما بتأخر.
وانت عم تنتحري حقك الطبيعي يكون جوزك جنبك، هذا الشيء طبعا من حقك. امي امي كان مرد علي. وقفي، لا تقتليها، وقفي. اتركني اتركني، كله مشان مصلحتك يا نرمين. الحمد لله اني لحقتك. اصحك، اتركني اتركني. انت قتلت لينا، بس ما رح خليك تأذي نرمين. مشان ما ينخرب بيتك انا قتلت هداك اليوم، مشان ما تترك مرتك اللي بتحبك. نحن ما كان بدنا يصير هيك، نحن بس رحنا مشان نحكي معه، وما كنت ناوي اني اقتلها. انت لينا ما هيك؟ ايه. بعدي من وشي هيك لشوف مين عندك جوا. حسان وينه؟ شو عم تعملوا؟ حسان، حسان مانو هون. مين حسان؟ وين متخبي؟ انا مين؟ وكمان لهلا مالك عرفانه؟ انا مرته يا روحي. وشو مجهزه حالك؟ شكله هلا جاي لعندك. ما احكي يا وسخه، ما طلعتوا من بيتي هلا رح اتصل بالشرطه. يلا يلا اتصلي لشوف شو عم تستني. اسمعي ولي، إذا ما شفت جوزي ما رح أتحرك من هون، عم تفهمي؟ خلي هالشي ببالك. وينو حسان؟ قولي وينو. عم قلك وأنا شو بيعرفني وينو؟ شو مفكرتيني مخبيته؟ لك تكذبي علي بنوم. وينو حسان؟ أنا شو دخلني بجوزي؟ روحي ضبيه بدل ما تحاسبيني. يلا طلعي من بيتي فورا لشوف. يلا طلعي. لا تروحي هيك عنا، لا تقربي عليها. مرت عمي، لك شو عملتي انتي؟ المرة ما عم تتحرك منوب. على مالك على مالك، لسات عايشة مو؟ لك جاوبيني. روحي من هون. روحي، أنا بحل القصة. روحي من هون بسرعة. ماتت. روحي. يعني اللي قتل لينا انت وغصون مو لحالك؟ مجبورين يا ابني. حسن ما عم اقدر اتحرك، تعال ساعدني لاقوم. حسن الظاهر ان انا عم موت. كرم اتصل فورا بالشرطة. امي اللي امي منيحة؟ منيحة، لا تخاف. تعال خليك جنبها، انا هلا برجع. حسان حسان حسان